لكن مفيش مخرج واحد بيصنع فنان. مش كل من ركب الحصان خيال، مش كل من لبست جلابيه وشبشب ومنديل بقوية وزعقت وشخصت وشوحت تبقى بنت البلد. انا بحب معالي قوي، بحبني بحبني جدا جدا، وعايزه اشوفني احسن حاجه في الدنيا. لا انا بنت التلفزيون، يعني ده بعتبر التلفزيون ده بيت ابويا اللي بيوحشني وما اقدرش ابعد عنه. وبعتبر السينما بيت العريس اللي اتنقلت له ورحت له، لكن مفيش مانع ان انا اروح للتلفزيون كل شويه. التلفزيون حقق لي الجماهيريه الكبيره وعرفني بالناس وعرف الناس بيا، وقدمت من خلاله أجمل الأعمال اللي بعتز بيها واللي عايشة لغاية دلوقتي على حسها. أنا يمكن بطيئة شوية في كل حاجة، لكن عشان أنا كثيرة التردد. أنا المسرح بخاف منه قوي، وفي نفس الوقت بحبه جدا جدا جدا. يعني زي ما أنتي قلتي، رصيدي منه ثلاث مسرحيات: المهزلة الأرضية، وزقاق المدق، وسكر زيادة. قبل ما اشتغل مسرح بفكر مليون مرة ان انا هشتغل مسرح. التزام، عامل زي الجواز، التزام يعني مرتبطة بيه بشكل. من ساعة ما تصحي الصبح ببقى في حالة قلق وخوف وعامله حساب مودي هيبقى ازاي النهاردة، الجمهور هيبقى متجاوب ولا مش متجاوب. مفيش شيء يمنع الممثل عن مروح المسرح إلا إذا كان فعلا بيموت أو إذا كان في حالة موت. طبعا أستاذ رأفت الميه عملت معاه أفلام كانت جيدة جدا مع أستاذ محمود عبد العزيز ورأفت، لكن مفيش مخرج واحد بيصنع فنان. يعني أقول لك مثلا عملت أفلام جميلة جدا، عملت بيت القاضي مع احمد السبعاوي، وعملت دنيا الله مع حسن الامام، وعملت استغاثه من العالم الاخر والزمن الصعب مع محمد حسيب، وسكاكيني مع حسام الدين مصطفى، وكتيبه الاعدام مع عاطف الطيب، والبيضه والحجر مع علي عبد الخالق. كل دول مخرجين، ما فيش مخرج بيطلع كل حاجه من ممثل واحد، يعني كل حاجه من ممثل. كل مخرج بتشتغلي معاه بيبقى شايفك من وجهه نظر مختلفه. لكن يمكن نوعية الأفلام بتاعت رأفت أو هي كانت مختلفة أو غريبة في الوقت ده، وطريقة الأداء الفانتازي أو طلع مني الحاجة الكوميدية اللي يمكن ما فيش مخرج عارف أن أنا ممكن أمثل كوميدي، فهو يمكن طلع الحتة دي. لكن كل المخرجين اللي اشتغلت معاهم دول ولسه هشتغل معاهم، تأكدي أن كل واحد فيهم هيطلع مني حاجة. انا خدتها نصيحه من الاستاذه فاتن حمامه حقيقي. انا هوايتي التمثيل وهوايتي الرسم، فالرسم بالنسبه لي وسيله تعبير برضو، بس من غير بقى مخرج، من غير مصور، من غير رقابه، من غير قيود. بصي انا ده كان حلم بالنسبه لي، من ضمن احلامي اللي نفسي احققها، يعني ان انا اعمل معرض وهتفاجئي في حاجه زي دي في يوم من الايام. أنا ما عملتهاش، أنا ما عملتهاش أساساً. يعني عارفة لو كنت مشيت في الخط ده كان يمكن عملت فلوس أكتر من كده. لأن الفيلم المقاولات ده بيتصور في أسبوعين ولا في 10 أيام. لكن لو كانت في أخطاء حصلت مني فهي بتهيألي معدودة على الأصابع الإيد الواحدة. لكن ما بقاش أنا قصداها أو عارفاها أو ما بقاش دي اللي بتمناها لنفسي. أنا بحب معالي قوي. بحبني بحبني جدا جدا، وعايزه اشوفني احسن حاجه في الدنيا، وعايزه كل فيلم اعمله يمكن اصوم اقعد سنه واتنين، وناس تقول انت فين ومختفيه فين، وفي اللي يقولوا اعتزلت، وفي اللي يقولوا مش عارف حصل ايه. لكن ببقى في حاله انتظار او في حاله بشحن نفسي عشان عمل كبير اعمله. فبيحصل دايما تصادف معايا كده، معرفش ليه، في الفتره الاخيره بالذات ان انا اصوم وافطر على بصله، يعني عارفه اقعد احرم نفسي واشحن روحي
ايوه هو ده الفيلم، فيحصل خطا في الفيلم مش بايدي فتحاسب انا عليه. لا الصحافه عمري ما احتكيت بيها الحقيقه، اللي على كل خير. وبصي بحترم اي نقد حتى لو هجوم بحترمه، احسن من التجاهل. يعني انا ما طقش ان انا اكون في عمل وصحفي يتجاهلني، لا ده انا اموت. لا انا عندي يقول انت كنت وحشه، الفيلم وحش، كل حاجه احسن من انه يتجاهلني.